يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل دخل المسجد وقد انتهت الصلاة، فوجد رجل دخل المسجد وقد انتهت صلاة الجماعة، فوجد رجلا يصلي السنة البعدية فدخل معه ليصلي الفرض هو، فهل عمله هذا صحيح؟ وهل المتنفل يشعره بأنه يصلي نافلة؟ العمل هذا صحيح، ما في معنى، يدخل المفترض مع المتنفل جماعة، ما في معنى. كان الصحابة يصلون خلف معاذ رضي الله عنه، وقد صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم الفريضة وصلى بهم نافلة، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم.